السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل حل الأكتيفيتي بوك أو كتاب التدريبات الخاص بمنهج KG2 كونكت بلس الترم التاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونوصل لبيج 14 أو صفحة 14، وعنوانها trip يعني رحلة، to the doctor إلى الطبيب. a trip to the doctor يعني رحلة إلى الطبيب. فهنا بيقول listen and stick. listen يعني استمع، and stick وإلزق. وهنا الجزء الخاص بالستوري الموجود في الكتاب بتاع الستودنت بوك او كتاب الطالب بتاع كونكت بلس. وتعالوا نروح نشوف الستوري الجميلة دي ونرجع نحلها هنا مع بعض. فهنا هي دي الستوري بتاعت a trip to the doctor رحلة الى الطبيب. listen and point. listen يعني استمع، and point واشر. وهنا طبعا أصحابنا موجودين في الصورة. هنا صديقتنا بتقول What is the matter؟ إيه الموضوع آدم؟ في إيه المشكلة يا آدم؟ فهنا آدم بيقول لها I don't feel well. أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة. أشعر well إن أنا كويس. well جيد يعني حسنا أو جيد، بحالة جيدة يعني. فهي بتقول له let's go to the doctor. let's go دعنا نذهب، to the doctor إلى الطبيب. فهنا آدم فعلا سمع كلامها وراح معهم للدكتور. وآدم بيقول what is that ما هذا؟ فالدكتور بيقول له this is a thermometer. thermometer يعني ترمومتر زي ما احنا عارفين، اللي بيقيس بيه الدكتور او الطبيب درجة الحرارة. ادم ده الثيرموميتر يا ادم. open your mouth please. open يعني افتح your mouth فمك please لو سمحت. دي طبعا الصورة التانية اللي في الستوري. تعالوا نشوف حصل ايه بعد كده. وطبعا في page 15 في الكتاب بتاع الستودنت بوك الصورة التالتة موجود فيها. آدم بيقول What is that؟ ما هذا؟ فالطبيب بيقول له I can hear your heart with my stethoscope. أنا أستطيع hear your heart. إني أسمع hear يسمع your heart قلبك. heart يعني قلب. with my بواسطة my stethoscope السماعة الخاصة بي. here is some medicine. ادي اتفضل. here is تفضل. some medicine بعض الدواء. فهنا دينا بتقول له it's a stethoscope يا ادم، دي سماعة الطبيب يا ادم. it's a stethoscope. في الصورة الرابعة بيزي بي بتقول what are they ما هذه الاشياء؟ فالدكتور بيقول لها they are bandages. bandages يعني دي ضمادات يا بيزي بي. would you like one؟ تحبي تاخدي واحدة؟ would you like يعني هل تحبي one ان انت تاخدي واحدة؟ فهي بتقول له yes please ايوه لو سمحت عايزة واحدة. تعالوا نشوف حصل ايه بعد كده، خليكم معايا. وطبعا في الصورة number 5 في page 16 في الكتاب طبعا هما رجعوا منين عند الدكتور وهما في الطريق. فبيزي بي بتقول what does Dina have؟ هي دينا معها ايه؟ فدينا I have money انا معايا فلوس. وادم بيقول I feel better يعني افضل now دلوقتي، انا اشعر ان انا احسن دلوقتي. وطبعا هنا ماما بتقول لهم good يعني حسنا. we can نستطيع go to نذهب الى the bank ان احنا نروح البنك now نقدر نروح البنك دلوقتي. علشان كده دينا بتقول لها I have money.
ونشوف حصل ايه بعد كده. خليكم معايا. وصورة نمبر 6 او رقم 6 في الستودنت بوك بتقول دينا هنا بتقول What can I do with my money؟ انا اقدر اعمل ايه بفلوسي؟ فالتيلر هنا بتقول لها How much money؟ How much كم؟ عدد money الفلوس Do you have اللي انتي تملكيها؟ فدينا بتقول I have 20 pounds. I have أنا أملك 20 pounds جنيه. فالتيلر بتقول لها خدت منها الفلوس طبعا وبتقول لها the money المال أو الفلوس is in the bank now موجودة في البنك دلوقتي، أنا حطيتها لك في الحساب بتاعتك يا دينا. وبكده تكون الستوري دي انتهت. تعالوا نرجع للأكتيفيتي بوك. وبكده احنا عرفنا ترتيب الصور الخاصة بالستوري دي من اول ما ادم كان عيان لحد ما هما رجعوا من عند الدكتور وراحوا البنك كمان حطوا الفلوس بتاعت دينا. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 15 او صفحة 15 في الاكتيفيتي بوك، وهنا عنوانها A trip to the doctor، رحلة الى الطبيب. بيزي بي بتقول لنا What do Dina and Adam see in town. دينا وآدم شافوا ايه in town في المدينة، طبعا town يعني المدينة. Look انظر and put وضع علامة صح او غلط true or false صح او خطأ. فهنا هما شافوا الدكتور فهنعمل هو عمل لنا هنا علامة صح right. شافوا الفيت او طبيبة البيطرية، في هنا صورة طبيبة بيطرية. شافوا البيت لا نعمل هنا علامة غلط. شافوا الستيثوسكوب او سماعة الطبيب شافوها فنعمل هنا ترو او صح. شافوا الثرموميتر الترمومتر عند الطبيب شافوه فنعمل هنا علامة رايت او ترو. شافوا الترين لا شافوش الترين فنعمل هنا علامة رونج او فولس. شافوا البلين لا ما شافوش البلين فهنعمل هنا فولز. شافوا الباص شافوا الباص في الصورة نمبر 5 فهنعمل هنا علامة رايت صح. شافوا السوبر ماركت او محل السوبر ماركت الكبير ده لا ما شافوهوش فهنعمل هنا فولز او غلط علامة غلط. شافوا البنك شافوا البنك فهنعمل هنا علامة ترو او رايت صح. شافوا الكاندي شوب او محل بيع الحلوى لا ما رحوش الكاندي شوب فهنعمل هنا علامة فولس او علامة خطأ. طب والسؤال التاني في البيج دي بيقول لنا What is in your town? What's in your town? يعني موجود ايه في مدينتك؟ Draw and say. Draw يعني ارسم and say وانطق الاسم الحاجة اللي انت رسمتها. فانت ممكن ترسم مثلا in your town صورة مثلا للباص، ممكن ترسم صورة للبنك، ممكن ترسم صورة للسوبر ماركت، ممكن ترسم صورة للترين او للقطار. فانت هترسم هنا صورة الحاجة اللي انت شايف ان هي موجودة in your town، هتعمل draw وبعدين هتقول اسمها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 16 او صفحة 16 وعنوانها a matching game. matching game لعبة التوصيل. وطبعا هنا مدينا أربع صور لأربع أشخاص مختلفين وأربع صور لأربع أدوات أو four tools. فهنعمل إيه؟ هنوصل كل صورة خاصة بشخص معين بالطول اللي هو بيستخدمها. فأول حاجة هنا عندنا البوليس أوفيسر. البوليس أوفيسر أو ضابط الشرطة هو ما بيستخدمش أكيد الاستيثوسكوب أو سماعة الطبيب، وما بيستخدمش الخرطوم بتاع المطافي، وما بيستخدمش البورد او اللوحة اللي بيكتب عليها التيتشر في الكلاس، بس هو بيستخدم سيارة الشرطة. فنعمل ماتشنج بين الصورة بتاعت البوليس اوفيسر والعربية بتاعت الشرطة. طب هنا صورة الدكتور دي اكيد الدكتور بتستخدم الاستيثوسكوب وما بتستخدمش الادوات التانية، فنعمل ماتشنج بين الصورة بتاعت الدكتور والصورة بتاعت الاستيثوسكوب او سماعة الطبيب. الصورة التالتة بتاعت الفاير فايتر او رجل الاطفاء هو اكيد ما بيستخدمش الاستيثوسكوب ولا بيستخدم البورد ولا بيستخدم عربية الشرطة، بس هو بيستخدم الخرطوم بتاع المطافي، فهنعمل ماتشنج بينه وبين الصورة دي.
واخر حاجة صورة التيتشر دي، هي طبعا ما بتستخدمش الاستيثوسكوب ولا خرطوم المطافي ولا بتستخدم عربية الشرطة، بس هي بتستخدم البورد في الفصل تكتب عليها للطلبة علشان تعلمهم. فهنعمل ماتشنج بين صورة التيتشر والصورة بتاعت البورد دي. وفي الجزء التاني من البيج هنا بيزي بي بتقول لنا stick or draw. stick يعني الزق، or draw او ارسم. وهنا مكتوب في تحت المكان بتاع الصورة this is me، ده انا، هذا انا، and my friend، وصديقي، playing a matching game، بنلعب لعبة التوصيل. فهترسم هنا صورة ليك ولواحد من اصحابك وانتوا بتلعبوا لعبة الماتشنج جيم دي. وبكده نكون حلينا بيج 16، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 17 او صفحة 17، ودي اخر صفحة في الاكتيفيتي بوك خاصة بيونت 5، وعنوانها show and tell. show يعني اعرض، and tell واخبر. فهنا عندنا مجموعة صور ومجموعة برضو صور تانية، صور لأفراد أو لأشخاص معينين، مجموعة من الناس، وصور لحاجات بتعبر عن الجوبس أو الوظائف اللي بيقوم بيها الناس دي. فأول صورة هنا صورة بتاعت فيت أو طبيبة بيطرية، وموصل بين الصورة وبين حيوان من الحيوانات شكله دوج كبير أو كلب كبير. فهنا بيعرفنا إن دي فيت وده الحيوان اللي هي بتعالجه. طب الصورة التانية خاصة بضابط شرطة أو police officer، وفي عندنا صورة فرشة أسنان وصورة كتب وصورة عربية شرطة. المفروض إن احنا نوصل بينه وبين أنهي صورة يا أصحابي؟ شاطرين، هنوصل بينه وبين صورة عربية الشرطة. فنعمل matching بين الصورة دي والصورة بتاعت عربية الشرطة. طب في الصورة نمبر 3 صورة تيتشر أو مدرسة أو معلمة، والمفروض إن احنا نوصل بينها وبين صورة الكتب، ولا بينها وبين صورة التوث براش أو فرشة الأسنان دي؟ شاطرين، هنوصل بينها وبين صورة الكتب، فهنعمل ماتشنج بين الصورتين دول. وآخر صورة هنا خاصة بدنتست أو طبيب أسنان، والمفروض إن احنا نوصل بين صورة الدنتست وأنهي صورة يا أصحابي؟ شاطرين، صورة طبعا التوست براش او فرشة السنان ومعجون السنان، لان دي حاجة ليها علاقة بشغله. وبكده نكون حلينا البيج دي وعملنا ماتشنج، وعرفنا كل صورة من دول خاصة بانهي صورة من الصور التانية اللي ريليتد او اللي ليها علاقة بالجوبس بتاعي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.